السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين القناة، أهلا بيكم في حلقة جديدة وفيديو جديد وتغطية جديدة لمنتج جديد، وهو المنتج دوت طبعا يخص الشباب. هي مكنة حلاقة فيليبس، معلش إذا كان الصوت متغير شوية لأني عندي برد صراحة، بس ما رضيتش أتأخر عليكم في التصوير وقلت خليها يعني صور على طول بدون أي تأخير. تمام، دي مكنة حلاقة فيليبس، مكنة حلاقة للدقن زي ما حضراتكم شايفين كده هوت. تمام، جبتها من على موقع سوق.com، ادي الموديل بتاعها. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده هوت، هي بتتشحن لمدة او بتشتغل، طبعا هي قبل إعادة الشحن بتتشحن وبتشتغل لمدة 60 دقيقة، يعني بعد ما تتشحن كامل تشتغل هي لمدة 60 دقيقة، وبتتشحن عن طريق كابل USB، يعني زي الموبايل كده بتاع زي سلك الشحن بتاع الموبايل بالظبط، معهاش شاحن. خدت بالكوا ازاي؟ يعني هنا هو بيقول لك مؤشر انخفاض البطارية، بيوريك فيها حاجة بتوريك ان البطارية منخفضة، معها امشاط بتديك درجات لغاية 7 ملي، من ملي 3-5 لغاية 7 ملي، في الغالب 4 امشاط معاها. تمام، هنفتح ونشوف مع بعض. تصميم مريح يتمسك في الايد. تمام، طبعا هنا ما تتغسلش، يعني ما تتحطش المكنة كاملة كده تحت الحنفية والكلام ده كله. هنا بيقول لك هو شحن عن طريق USB، تشمل سلك ولا تشمل محول، يعني معها سلك ولكن ما فيش معها شاحن بمعنى أصح. وهنا بيقول لك 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد 8 ساعات شحن، يعني هي تبقى فل بعد 8 ساعات من الشحن. تمام، طبعا هبقى اسيب لكم الرابط تحت الفيديو دوت اللي هو خاص باللينك بتاعها، اللي عايز يدخل يبص عليها برضو على سوق.com، هسيب لكم الرابط تحت الفيديو في مربع او صندوق الوصف. تمام، تعالوا نفتح كده ونشوف المحتويات بتاعتها اللي في قلب الكرتونه. هنا في حاجه كده، خلاص مفيش حاجه هنا تاني، ده عباره عن فرشة. تمام، للتنظيف. ده هنا في ايه؟ ده هنا الكابل اللي بقول لكم عليه او السلك بتاع الشاحن. تمام، هو تعالوا نفتح ونشوف برضه عشان تبقوا شايفين كل المحتويات. اهو شحن مايكرو USB، تمام، اللي هو العادي خالص زي السامسونج، والكابل اللي هو USB العادي. تمام، ده هنا دي اوراق كتير، طبعا حاجات دليل الاستخدام والكلام ده كله، مش عايز اطول معاكم بدون اي داعي. وادي الامشاط اللي معاها، بالفعل هم 4. تمام، ادي 1 2 3، وادي الرابع، ومكتوب عليهم الدرجات على فكرة لو قربتهم له كده اهو، دوت 5 ملم، دوت 7، دوت 3، وده في الغالب طبعا هيكون اللي هو درجة رقم 1، بحيث ان انت عايز الدرجة اللي انت عايزها بتحط الايه المشت اللي انت عايزه من دول. معلش ايه، خلينا نشوف برضو دي المكنة نفسها، مفيش حاجة تاني. معلش سامحونا بقى عشان خاطر البرد. طبعا هي حجمها صغير جدا، على تكون ظاهرة معاكم او باينة لكم في الكاميرا. تمام، ده كارت كده وبتبقى محطوطة جوه فاصل مش عارف ليه. اهيت، ادي مكان الشحن بتاعها USB، المايكرو USB زي الجوال بالظبط. وهنا مكتوب عليها ايه، معلش الفلاش ضارب فيها، انا مضطر اقفل الفلاش عشان نقدر نشوف بشكل كويس ايه اللي مكتوب عليها. مفيش اي حاجة ممكن تفيدنا من الحاجات اللي مكتوبة دي. ده زرار التشغيل، يعني اشتغلت كده، نزق لفوق مفيش، بتنور هنا زي ما حضراتكم شايفين. ادي المشت بتاعها برضو،
خلينا نور لكم الفلاش. واخدين بالكم المقاس قد ايه؟ يعني اهو قد صباعين، واضحه كده معاكم؟ تمام. بس هي خفيفه بصراحه، وفي الماسك او في في طريقه الماسك بتاعتها سهله وجميله جدا. تعالوا نشوف كده المشط بتركب بطريقه سهله ولا صعبه. الطريقه بتاعتها في التركيب يعني كلها بتدخل من هنا ولا واضح ان هي محتاجة الاول يعني نفهم الكتالوج بتاعها ونعرف الطريقة. بلاش نتعامل بايه بمنطق، اهي عرفت الطريقة. تمام، سهلة وبسيطة. ده اللي هو المشط المفروض رقم 7. تمام يا جماعة. طيب طريقة الفك بتاعه اهيت، شفتوا طريقة التركيب اهيت. حط من فوق الاول هنا وبعدين بضغط كده من تحت اهو. ادي المشاط بتاعتها، يعني اعتقد الخامه بتاعتها انا شايفها بصراحه كويسه. السعر على فكره كويس جدا، هسيب لكم بقول لكم التفاصيل بتاعتها او اللينك او الرابط بتاع المكنه في قلب صندوق الوصف تحت. واللي ينزل تحت يا جماعه ما ينساش يشترك في القناه، وما ينساش اللايك والشير لو عجبته وعايز ان هو يفيد بيها حد. السعر بتاعها كويس جدا على فكره ورخيصه جدا. والفكره ان هي فيليبس، طبعا احنا عارفين فيليبس الماركه عامله ازاي. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم والتجربه عجبتكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه واللايك والشير. شكرا ليكم، والسلام عليكم.